السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هنكمل اللي احنا بدأناه في الاستريس. احنا اتكلمنا عن شيت 1 في الكليه وحلينا عليه بعض المسائل، تمام؟ واظن ما كانش في حاجه، يعني كان الناس كلها الدنيا واضحه بالنسبه لهم في الشيت ده، وكانت الدنيا ماشيه تمام. تمام، كنا بنتكلم فيه عن الاستريسز، وكنا بناخد شكل من اشكال الفورس اللي ممكن تعمل استريسز. كانت الاكسنتريك فورس، وقلنا ان هي بتعمل حاجتين، بتعمل اللي هو النورمال ستريس اللي جاي نتيجة الفورس سواء كان كومبريشن او تنشن، وقلنا لو انت لو هي بتبعد عن السنتر الخاص بالكروس سيكشن اريا اللي احنا بندرس عندها مسافة، يبقى كده الفورس خط عملها بعد مسافة عن محور، فبالتالي قوة في المسافة بتعمل مومنت، فبالتالي هيظهر فورس جديدة أو شكل من صور الفورس اللي هي المومنت، فتبدأ تعمل استرس تاني غير النورمال استرس، كنا بنسميه البيندنج استرس. فبالتالي بقى عندي نوعين من الاسترسز، أولا النورمال استرس زائد البيندنج استرس، وعرفنا ازاي بنحسبهم وازاي بنشتغل عليهم. وكانت معظم الرسومات كلها في 2D او 3D، بس احنا كنا في اتجاه واحد بس، وان دايركشن، اللي احنا بنحسب الاسترسز في وان دايركشن. شيت 2 لا، قال لك لا، ده انا عايز احسب بقى، هديك فورس في ال 3D وعايز احسب الاستريسز اللي ممكن تعملها الفورس دي في كل اتجاهات المحاور، سواء كان في اتجاه الاكس او الواي او الزد. تمام، يعني انا عندي فورس، الفورس دي بتأثر، ممكن تأثيرها او ممكن تعمل استريسز في كذا ايه اتجاه، يعني ممكن تعمل اتجاه الاكس، اتجاه الواي، اتجاه الزد مومنت، او في اتجاه الاكس مومنت، او في اتجاه الزد مومنت، فبالتالي ممكن تعمل لي بيندنج ستريس في كذا ايه دايركشن. ازاي نشوف الموضوع ده او ازاي هنشتغل فيه؟ طبعا الجنرال كيس اوف الاكسنتري اكسيال لودنج اناليسيس، طبعا هو نفس الايكويشن اللي احنا كنا شغالين عليها، ان الاسترس بتاع النقطة أو الأريا اللي أنت بتدرس عندها اللي احنا هنحسب عندها بي ايكوال الاسترس اللي جاي، النورمال ستريس اللي جاي من الفورس، تمام، على الاي. كده جبت الايه الاسترس او النورمال ستريس اللي جاي من الفورس، وبوستيف او نيجاتيف على حسب الكومبريشن تاثيره، الاسترس اللي عندك كومبريشن ولا تنشن. بعد كده بشوف هل عندي مومنت في اتجاه الزد ومومنت في اتجاه الواي، فبالتالي بقت الام زد تمام في الواي على الاي زد، وهنا هتبقى الام واي في الزد على الاي واي. طيب الاي واي، طيب نفس الايكويشن القديمه ده البيندنج ستريس، لو كانت الفورس دي بتعمل، لو كانت الفورس دي بتعمل مومنت في اتجاه الزد، فبالتالي هتعمل لي بيندنج ستريس في اتجاه محور زد، ولو كان المومنت بتعمل لي مومنت بيلف حوالين الواي، فبالتالي هتعمل لي مومنت حوالين الايه الواي، فهيعمل لي بيندنج ستريس حوالين محور واي. تمام، وبعد كده خدنا ازاي النيترال اكسس بتحدده، وقلنا النيترال اكسس ده اللي بيبقى عنده الاسترس ايكوال زيرو، وهو اللي بيبقى عنده هو نقطة التحول او المحور اللي عندك الجزء او الاسترس بيبدأ يتحول من كومبريشن لتنشن. وقلنا عشان نحدده بتاخد السيجما القليلة سواء كانت الكومبريشن او التنشن بتساويها بالصفر، بعد ما بتساوي السيجما القليله دي بزيرو بيطلع رقم، تمام، بس بيبقى بدل الزد دي بتبقى ستار، واي ستار، اكس ستار، على حسب المحور هيبقى اتجاه الواي او اتجاه الاكس. تمام، الواي ستار اللي انت بتجيبها دي هي دي بعد النقطه او بعد السنترويد عن نيوترال اكس، طلعت بالسالب تبقى تحت المحور، طلعت بالبوستيف تبقى فوق المحور، بس بشرط ان انت بتختار الاسترس القليل وتساويه بالصفر. تمام، هنا بنعمل ايه او ليه اخترت كده ده زد وده واي؟ تمام، ما اخترتش الاكس ليه؟ قال لك لو انت الاسترس اللي انت بتجيبه عند محور اكس، يبقى كده انت طبعا ثلاث محاور بتشتغل عليهم الاكس والواي والزد، لو انت هتجيب الاسترس عند محور اكس يبقى كده فاضل كام محور؟ في زد وفي واي. تمام، كده كده الفورس ثابته بي على الاي، ماشي، مستف وموجب الاسترس سواء كان كومبريشن او تنشن. تعالى هنا هيبقى بقى لو الفورس دي تمام هتعمل استرس في اتجاه الاكس، يبقى المومنت اللي باقي او المومنت اللي باقيه هتبقى المومنت اللي باقيه
هيبقى المحور اللي باقي زد واي، يبقى اما المومنت هيلف. احنا بنعمل الجنرال كيس على اساس ان هو الحاجة كلها هتحصل في كل المحاور، فانا عايز الاستريس عندي في اتجاه الاكس، يبقى في التالي هيبقى عندي مومنت، هيبقى عندي محور زد وواي. لو كان المومنت بيلف حوالين الزد يبقى هضربها في المسافة اللي عندي هتبقى واي، تمام؟ المحورين اللي هما ناقصين هيبقى بين الزد والواي. لو كان المومنت بيلف حوالين الزد يبقى هيطلع النقطة هتبعد مسافة واي على الاي زد، على اساس ان السكند مومنت اوف انيرشيا هيبقى حوالين زد، لان الدوران المومنت ده هيبقى حوالين زد، محور زد. بوزيتيف او نيجاتيف ام هيبقى طبعا محور الناقص واي، مضروبه في ايه؟ مضروبه في الزد على الاي واي، ودي الجنرال كيس. طب لو دي كانت سيجما واي، لو دي كانت سيجما واي يبقى دي هتبقى بين الاكس وبين الزد، يبقى دي مره ام اكس على اي اكس في الواي، وهتبقى هنا ام واي في الاكس على الاي واي، دي لو كانت سيجما ايه زد، وهكذا لو ايه واي. دي الجنرال كيس او القانون العام اللي انا ممكن اطبقه في ال 3 دي. في ملاحظات مهمة لازم أعرفها طبعا، ملاحظات مهمة لازم أعرفها. لو أنا عندي شكل بالشكل ده 3D، الشكل اللي احنا راسمينه ده، تمام، وأنا عايز وعندي فورس اللي هي بي دي في اتجاه محور من المحاور وليكن اتجاه الإكس، يبقى هنا سيجما ايه اكس، طالما القوة في اتجاه الاكس يبقى هتعمل ستريس في اتجاه الاكس. وبعد كده ببدأ احسب بقى الايه القانون ده، هيبقى فاضل لي محاور واي وزد، يبقى كده هيحصل مومنت حوالين الزد ومومنت حوالين الواي، فابدأ احط القانون، هتبقى بوزيتيف ونيجاتيف بي على ايه زائد المحور اللي هيلف البي دي، لو هتلف حوالين الزد يبقى ام زد في الواي على الاي زد، وهنا لو هتلف حوالين الواي يبقى ام واي في زد على الاي واي. هل لازم تلف حوالين الواي ولازم تلف حوالين الزد؟ قال لك لا، دي الجنرال كيس اللي هي المفروض الحالة اللي هي العامة، لكن ممكن ما يلف القوة ما تلفش حوالين الواي وتلف حوالين الزد، تمام، او العكس تلف حوالين الواي ما تلفش حوالين الزد. طيب اعرف الكلام ده ازاي او اعمله ازاي؟ اول حاجة عندك الرسمة 3D زي ما انت شايفها كده، وادي المحاور بتاعتي دايما بتترسم في 3D، بتترسم فين؟ في النص، يعني دايما بنرسمها في النص، بننقل المحاور للاريا اللي انا هدرس عندها، وليكن الاريا دي هي اللي هدرس عندها، فببدا انقل المحاور ب اتجاهها للنص وارسمها، ادي اتجاه الاكس، ادي اتجاه الزد، ادي اتجاه الواي، انا رسمت الاكس والزد والواي في الاتجاه ده. طيب هل ممكن ارسمها في اتجاهات مختلفه عندي؟ قال لك اه، زي ما انت عايز ترسمها، عايز تفرض الواي يبقى كده والزد كده والام كده والاكس كده براحتك، عايز تفرض الزد كده والاكس كده والواي كده مفيش مشكله براحتك، زي ما تعملها، تمام. لو هو مديها لك وفرض لك الاتجاهات خلاص هتشتغل على الاتجاهات اللي هو مديها لك، مش مديها لك يبقى تعمل اي اتجاهات. هو هنا انا مديها لك، فادي الاريا اللي انا هدرس عندها، فابدا انقل دي الاريا اللي انا هدرس عندها، فببدا انقل المحاور للنص وابدا ارسمها بالشكل ده موازيه للمحاور اللي مرسومه عندك فعليا في الايه في الرسم. انا عندي القوه في اتجاه الاكس يبقى تعمل مومنت حوالين الزد وحوالين الواي. طيب اعرف منين اللي هي بتعمل حوالين الزد وحوالين الواي مومنت، واعرف ازاي ان المومنت ده هيلف الواي حوالين الواي بس او الزد بس؟ قال لك في شويه حاجات كده لو مشينا معاها هنعرف الدنيا دي. اولا القوه دي لها خط عمل، تمام، خط العمل ده لو انا مديته هو المفروض نازل، اول حاجه لازم خلي بالك من الابعاد، هو نازل تحت محور زد بمقدار اتش اللي هي دي، نازل حوالين محور زد بمقدار ايه اتش، نازل حوالين محور اتش بمقدار محور زد بمقدار اتش. بيقول لك ايه؟ بيقول لك القوه الموازيه لاي محور استحاله تعمل مومنت حواليه. يبقى انا كده عرفت اول قاعده، ان الخط عمل القوه ده لو كان موازي لاي محور من الثلاثه يبقى اعرف اللي هو مفيش استحاله تعمل مومنت حوالين المحور اللي بتوازيه، تمام. دي اول حاجه، يبقى اي قوه خط عملها بيوازي محور يبقى استحاله تعمل مومنت حواليه، تمام. يعني القوة دي خط عملها بيوازي محور اكس يبقى اكيد مش هتعمل مومنت حوالين الاكس، دي اول حاجة، تمام. يبقى اول حاجة ليه؟ لانها لو هلفت حوالين الاكس هتلف كده، تمام، فبالتالي مش هتكون محور الدوران بيلف قافل الطريق على خط عمل على المحور، يعني خط المومنت قافل الطريق على المحور اكس، تمام، لكن مش بيلف حواليه، مش بيلف
حواليه زي الشكل كده كده، لا ده هو بيلف كده موازي للسطح او الارضية، تمام؟ موازي للسطح او الارضية، تمام. يبقى اول حاجة لو القوة خط عمل القوة بيوازي المحور يبقى مش هتعمل مومنت حواليه، دي اول حاجة. تاني حاجة لو القوة بتقطع محور خط عملها، لو انا مديته وقطع محور يبقى استحالة تعمل مومنت حواليه، لو عكس كده يبقى اكيد بتعمل مومنت حواليه. تعالى بقى نطبق القاعدتين دول على المسألة بتاعتي او الرسمة بتاعتي. اولا خط عمل القوة ده بيوازي محور اكس يبقى مش هيعمل مومنت حواليه. طيب تعالى لو انا مديت المحور ده هل هيقطع محور زد؟ قال لك لا، هو باين في الرسمه اللي انا قاطعها، بس طبعا عشان انا برسم في الثري دي فهي باين اللي انا هقطعها، لكن انا لو رسمتها مظبوط لا، خط عمل القوه ده المفروض اعرف منها يقطعها او لا مش عن طريق الرسم، عن طريق الابعاد. هو بيقول لك ان خط عمل القوه نازل تحت عن محور زد بمقدار اتش، يبقى كده لما انا امده يبقى هينزل تحت محور زد بمقدار اتش، فبالتالي مش هيقطع. طيب امتى يقطعه؟ لما يبقى في نفس محاذاه المحور، في نفس محاذاه المحور، يعني لو كانت الفورس دي بتاثر في النص او بتاثر في على نفس خط عمل او على نفس بعد المحور، والمحور احنا راسمينه في النص، فبالتالي لو كانت خط عمل القوه ده مرسوم مترحله فوق شويه يعني طلعت المقدار الاتش دي وبقت في النص يبقى هتعدي عليه، وهكذا الواي، الواي عشان تعدي عليه لازم تكون مرسومه فوق الايه؟ فوق الاكس، فوق الاكس من النص برضو من السنتر هنا، يعني تطلع هنا كده وتبقى مرسومه هنا على نفس محاذاه الاكس، يبقى كده هتقطعها. لكن طالما هي ما بتقطعهاش يبقى هي هتعمل مومنت حوالين الزد وهتعمل مومنت حوالين الواي، تمام؟ حوالين الواي. طيب هتعمل مومنت ازاي او هيلف ازاي؟ سهل خالص ما فيهوش اي حاجه. اول حاجه يبقى اول حاجه لازم تعرفها اشوف المحاور اللي بتلف حواليها او بتعمل حواليها مومنت. اول حاجه هنا عن طريق الرسمه هتلاقي بتعمل مومنت حوالين الواي وحوالين الزد. طيب عرفنا ازاي؟ عرفنا ليه؟ اولا لان البي اولا موازيه الاكس يبقى مش هتعمل مومنت حواليه. تاني حاجه ما بتقطعش الزد ولا ما بتقطع الواي، لو انا مديت خط عملها كده اولا بعيد عن الواي فبالتالي مش هتقطعه. تاني حاجه بعيدة عن الزد، عرفت منين؟ لانها نازلة عن الزد مقدار اتش، اللي هي دي نازلة عن الزد مقدار اتش، يعني وليكن اتش دي 5 يبقى نازل 5 سنتي او 5 متر عن محور زد، وزي ما قلت لك انت بتنقل المحاور للنص الشكل اللي انت بترسم عليه. طيب تعالى بقى القوة دي نشوف المومنت حوالين الزد الاول، القوة دي تحت محور الزد ولا فوقه؟ تحته، من الرسمة تحته هتمشي مع السهم كده، هتمشي معاها كده 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 كده، وبعد كده تلفها ناحية المحور. لما لفتها ناحية المحور يبقى تمشي مع اتجاه تاني، هتمشي مع اتجاه السهم بتاعها وبعد كده تطلعها، تطلع ولا تنزل؟ هتطلع لأن المحور فوقها، يبقى هتطلع فوق المحور، هتطلع له، يبقى هتلف حواليه كده بالشكل ده، يبقى اتجاه المومنت زي ما احنا راسمينه بالشكل ده هيبقى ناحية لفوق، يبقى معناه كده ان المومنت بتاع الزد هيعمل عند الجزء اللي فوق كومبريشن وعند الجزء اللي تحت ايه؟ تنشن. اللي فوق المحور كومبريشن واللي تحت المحور تنشن، تمام. طيب الام واي تعال نشوف البي، البي ادي المحور اهو هنمده لتحت، تمام. لما نمده لتحت بقى المحور ده يمين ولا شمال القوة خط عمل؟ يمينها، فلما تروح له هتروح له كده ولا هتروح له كده؟ هتروح له ازاي؟ هو يمينها يبقى هتروح له كده، يبقى هتلف بالشكل ده، يبقى هتلف حواليه، هيبقى لو انا نقلت المحور هيبقى هنا زي ما احنا رسمناها هتبقى بالشكل ده، يبقى يمين المحور هنا كومبريشن والحتة اللي هنا هيحصل فيها ايه؟ تنشن، تمام. خلي بالك ان ان المومنت بيأثر فوق حوالين المحور، يعني ما حدش يقول ان المومنت ده بيأثر على الـ على الـ على الـ على الـ على الـ على الشرايح اللي في الجنب. ليه ما بيأثرش على الشرايح اللي في الجنب؟ ده بيعمل تنشن وكمبريشن فوق وتحت، لان حوالين المحور هو تأثيره لما بيجي يحصل نتيجة الفورس بيطبق الاريا دي بالشكل ده، بيعمل لها قوس كده، تمام، بيعملها قوس لفوق ولتحت، تمام.
اما المومنت الام واي لما بيجي يأثر بيأثر يمين وشمال، فبيأثر على الاريا اليمين الشرايح اللي لو خدت اي خط هنا وجبت عليه نقطة هيأثر عليها يمين وشمال. مثال وليكن لو انا عندي النقطة هنا اهي، عندي بي دي، النقطة بي دي اهي، او نكتب رقم سهل مثلا وليكن مثلا ايه اهي، والاي دي هنا، النقطة دي هنا. بعد انا ما حددت المحاور عايز تأثير الايه، عايز السيجما ايه، السيجما عند الايه. لو انا عندي السيجما عند ايه هقول السيجما عند الايه ايكوال بوزيتيف، ونكتب بي على ايه زائد ام زد على اي زد في الواي زائد الام واي في زد على الاي واي، تمام. او من ما مش لازم تكتب رموز، هنقول سيجما ايه ايكوال موجب وسالب بي على ايه، موجب وسالب نشوف بقى المومنت، تمام. النقطة ايه اول حاجة انا عندي كام مومنت، انا خلاص انا عملت المومنت ام زد وام واي. طيب ام واي ولا ام زد هو اللي بيأثر على الايه؟ الام زد بيأثر فوق وتحت، يعني لازم النقطة تكون على المحور على الخطوط اللي تحت المحور او اللي فوق المحور، هنا هنا او هنا او هنا او هنا، والناحية التانية هنا وهنا وهنا. طيب يبقى ام زد مش بيأثر عندي على مين؟ على الايه. طب مين اللي هيأثر؟ الام واي. ليه؟ لان الام واي بيأثر يمين وشمال محور واي، فيمين وشمال وفي عندي كومبريشن عند النقطة ايه وفي تنشن عند النقطة التانية اللي ملهاش اسم او اللي انا محددتهاش، فيبقى النقطة ايه عندها ام واي بس هو اللي بيأثر. يبقى ام واي في الزد على الاي واي لو انا همشي في اتجاه الزد عشان اوصل للنقطة ايه، لو انا همشي في اتجاه الاكس عشان اوصل للنقطة ايه، بقى تبقى ام ايه اكس، بس طبعا القوة في اتجاه الاكس، واكيد همشي في اتجاه الزد والايه والواي، لاني عشان اوصل من نقطة من السنتر لحد النقطة دي همشي في اتجاه الزد، لان همشي موازي للزد، يبقى في اتجاه الزد هتبقى عندي بوزيتيف او نكتب ام واي في الزد على الاي واي، وهيبقى ده بايه؟ بزيرو. ده بزيرو، تمام. ده هيبقى بايه؟ بزيرو. تمام، ده هيبقى بزيرو. في مشكلة في الكلام ده؟ إن شاء الله مش هيبقى فيه مشكلة. طيب نيجي لنقطة تانية. طيب لو أنا مثلا أنا قلت لكم في النقطة إيه اللي كانت موجودة هنا، النقطة اللي أنا كان قلت لك إن ام زد مش هيعمل حاجة، طيب تعالى نعملها بالقانون. الام زد ادي الام زد، طيب الواي المسافة، واي المسافة، واي هي المسافة منين؟ المسافة منين؟ المسافة من عند المحور زد اللي هو عنده المومنت لحد النقطة ايه. طيب ما هو المحور زد منطبق على، لو انا مديته هينطبق على النقطة ايه، فبالتالي الواي المسافة واي بزيرو، صح ولا لا؟ يبقى الام زد في الواي بزيرو هتساوي على اي زد، هي نفس الكلام اللي احنا كنا بن ايه بنقوله، صح؟ يعني ام زد لو انا هاخد الام زد اه بيأثر على النقطة ايه، احنا قلنا الام زد هيأثر فوق وتحت، لكن الجوانب لا. ليه؟ لان الام زد اولا هو على نفس المحور، واقع على محور زد، ومحور زد لو انا مديته هيقطع النقطة ايه، فبالتالي المسافة واي اللي انا مشيتها عشان اوصل للمحور من واي من ايه لزد زيرو، صح؟ فبالتالي واي بقت بزيرو، يبقى البارامتر ده راح، هي نفس الايه الكلام. طيب ده اللي احنا الكلام اللي احنا قلناه اهي، القوة اللي تقطع محور استحالة تعمل مومنت حواليه. في الرسمة السابقة القوة بي توازي محور اكس، اذا لا يوجد ام اكس ولكن يوجد ام واي وام زد. معرفة اتجاه الدوران، اولا بشوف المحور يقع يمين ولا شمال القوة، زي مثلا محور واي في الرسمة اللي فوق، محور واي يقع يمين الكلام اللي احنا قلناه. بالنسبة لزد المحور يبعد عن اتش، فهي كذا. خلي بالك ان القوة بي لو ما كانتش تبعد اتش عن محور زد وكانت في نفس مستواه كانت هتقطعه، وبالتالي مش هتعمل عزم حواليه، تمام. الكلام ده مهم جدا، ملحوظة هامة بالنسبة للإشارة. طبعا أول حاجة عندي إشارتين، الإشارة الأولى بتاعت التنشن والكمبريشن، دي إشارة وإشارة، تمام، دي إشارة، وإشارة المومنت والقوة إشارة تانية خالص، ودي مهمة جدا وخلي بالك منها، يعني في إشارتين بس خلي بالك. إمتى يبقى عندي إشارة للقوة؟ أنا كده كده الكومبريشن أو التنشن ليها إشارة، دي بتعمل تنشن فهتبقى بوزيتيف. طيب القوة دي يبقى عندي إشارة لها إمتى؟ لو كان عندي أكتر من قوة، عندي أكتر من قوة بالشكل ده بتأثر كده بي 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 بي، فطبعا أنت لما بتيجي تعمل القوة أنت بتشوف المحصلة، فبتقول بي دي لو أنا هفرض إن الاتجاه كده بوزيتيف
لان انا باخد المحصله، فهتبقى البي دي زائد البي دي ناقص البي دي. والله لو طلعت بوزيتيف يبقى القوه التوتال المحصله بتاعه التلاته تنشن، بتعمل تنشن، تمام، بتعمل تنشن. تاني انا عندي بي 1 اهي، وعندي بي 2 اهي، وعندي بي 3 العكس كده بتأثر على البي 3 بالشكل ده، تمام. انا هعمل ايه؟ انا عايز اجيب البي المحصلة. المحصلة انا عندي مش قوة واحدة، انا عندي ثلاثة بيأثروا على المساحة، فانا هجيب القوة فبفرض اتجاه وليكن كده بوزيتيف، تمام. والله لو القوة جمعت دول الثلاثة دول وطلعوا بوزيتيف يبقى القوة التوتال جمعها بوزيتيف، خلاص يبقى في التالي يبقى بنفس الاتجاه ده. طب لو طلعت سالب يبقى المفروض اتجاهها العكس، بقى هعكس اتجاهها، يبقى هتعمل ايه؟ كومبريشن. يبقى اول حاجة بي 1 وبي 2 وبي 3 هجمعهم في الاخر هتطلع بوزيتيف، يبقى خلاص يبقى اشارتها بوزيتيف، يبقى هتعمل تنشن يبقى بوزيتيف، تمام. طيب لو انا جمعتها وطلعت سالب طلعت نيجاتيف، يبقى معناها ان اتجاه القوة المحصلة، وانا كنت فارض ان اتجاه الموجب كده، يبقى اتجاه المحصلة كده، تمام، اتجاه المحصلة كده، تمام، اتجاه المحصلة كده. في حلين، لا اما الاشارة دي اخدها بالسالب زي ما هي وتبقى كده، تبقى تنشن وسالب، معناها ايه؟ معناها ان اشارتها سالب لان اتجاهها كان، هيبقى اخد اشارة الفورس دي تبقى سالب زائد اشارة التنشن بتاعتي اللي هي ايه، موجب، يبقى سالب في موجب هتبقى ايه؟ سالب. هتبقى لا معلش، انا كده اتجاهها كده ايه، سالب، ادي اتجاهها يبقى هنا كده اشارتها هتبقى سالبة، وانا عارف ان هي طالما سالبة يبقى هتعمل كومبريشن، يبقى كومبريشن يبقى سالب في سالب ايه، بموجب، تمام. طيب او اريح دماغي من الاشارات دي، اريح دماغي، واسهل طريقة اللي انا اعمل ايه، اجمع القوة، والله طلعت سالب يبقى خلاص اشيل الاشارة السالبة دي واقول ان اتجاهها هيبقى الايه، العكس كده موجب، واريح دماغي، تمام، هتبقى كده ايه، موجب، تمام، يعني اتجاهها هيبقى كومبريشن، وتبقى واحط القيمة بالايه، بالبوستيف، يبقى كده خلاص انا شلت من دماغي اشارات القوة اصلا، لان انا عملت رسمت اتجاهها الحقيقي، تمام، وخلاص وبشتغل، يبقى كومبريشن وايه، تنشن هتبقى بالايه، بالسالب، تمام، هتبقى بالايه، بالسالب. او لو انا عايز اشتغل على الكومبريشن زي ما قلت لك، لو انت عايز تشتغل على الكومبريشن هتبقى في الاتجاه دي واشارتها بالايه، بالسالب، لما تيجي تحط قيمتها بقت لها اشارة اللي هي السالب، تمام، وهي انت راسمها تنشن تبقى موجب، سالب في موجب تطلع سالب لانك انت راسمها تنشن، وانت خدت اشارتها اللي انت عكست يعني اتجاهها خلاص السالب، فالسالب في الموجب هتطلع سالب هي نفسها لو كانت ايه، كومبريشن، تمام. ده حل وده حل، انا بفضل الاولاني اللي انت تجمع القوة وبعد كده هتطلع بالسالب، يبقى تعكس اتجاهها وتحطها بقيمة الايه، الموجبة، ويبقى كده خلاص بقت قيمتها بالموجب، وتشوف اشارة بس التنشن والايه، والكمبريشن، تمام، دي اشارة. طب المومنت نفس الكلام، الاشارة لو المومنت عندي كذا مومنت في اتجاه الزد، يعني عندي مومنت كده في اتجاه الزد وعندي مومنت كده في اتجاه الايه، الزد، فانا بشتغل على واحد بس، فبعمل المحصلة وأقول إن اتجاه كده مثلا بوزيتيف، الاتجاه كده إيه، بص، فبجمعهم يبقى الـ m زد دي ماينس ده زائد ده، لو طلع بوزيتيف يبقى اتجاه المومنت الكلي هيبقى بوزيتيف في الشكل ده، يبقى خلاص هو نفس الاتجاه اللي أنا فرضه، يبقى فوق تنشن وتحت كومبريشن، خلاص وهم إشارة المومنت تبقى مش معايا أصلا، ويبقى شغلي على التنشن والكومبريشن. طيب لو كانت سالب، طلعت سالب، طلعت كده وماينس، يبقى معناه ان اتجاه المومنت الايه، العكس، تمام، لان الاشارة اللي انا كنت فارضها كانت كده موجب، اتجاهه كده موجب، تمام، فهو طلع كده، طلع بالسالب، طلع بالسالب يبقى هو المفروض اتجاهه الايه، العكس بالشكل ده، ويبقى موجب. لو انت عايز تعملها كده يبقى انت هتحط اتجاهه الحقيقي ويبقى قيمته بالموجب، يبقى كده عندي بس اللي هو الايه، اللي هو اتجاه التنشن ولا الكومبريشن، ويبقى فوق بيعمل كومبريشن تحت ايه، تنشن، او ممكن تاخد دي بس هتضرب في الايه، في الاشارة سالب، الرقم اللي هيطلع هتحطه بالسالب بنفس الاشارة دي. حل وده ايه، حل، وانت ليك حرية الاختيار، تمام،
بيلف حوالين، فده لو كان اكثر من مومنت بيلف حول الزد او الواي او الاكس. اما لو مومنت واحد خلاص، هو لو مومنت واحد انت عارف اتجاهه، مش فارض بقى، مش لازم تفرض موجب ولا سالب ولا مع عقارب الساعه يبقى موجب ولا عكس ولا الكلام ده كله، لا هو واحد بس اهو، هو واحد خلاص، يبقى اخد اشارته وخلاص بالموجب. ليه هعمل، ما انا هو ده اتجاهه الحقيقي، ليه هعمل بقى افرض موجب وسالب؟ لا انا بفرض موجب وسالب في حاله لو انا عندي كذا مومنت وعايز اجيب الايه المحصله اللي انا هشتغل عليها ومش عارف اتجاهها، لان عندي كذا مومنت في اتجاه الزد. تمام، هو ده الايه الدرس بتاعنا، اظن ما فيهوش حاجه. هو كل الفكره ان هي شويه قواعد تفهم بس هو بيشتغل ازاي، ونفس القانون القديم ما فيهوش اي حاجه. تعالى نشوف اول مسألة. المسألة طبعا نحل المسألة الأخيرة اللي هي الفيرتيكال دي كويسة. بيقول لي ايه؟ افتحها بيه نترو. بالنسبة للمسألة التانية دي، المسألة دي تبع شيت واحد، تمام، تبع شيت واحد بالظبط، ما فيهاش أي حاجة. المسألة دي تبع شيت واحد، تمام، لأنها هي في 2D زي ما أنت شايف كده، وأدي السكشن بتاعي، هي اترحلت عن السنتر بتاعي المسافة دي، وعملت مومنت حوالين مين؟ حوالين الإكس، تمام، ما فيهاش حاجة خالص، سهلة. تعال نشوف المسألة الرابعة دي. بيقول لك ايه؟ A vertical، مديك الرسمة ايه بالشكل ده، تمام، ومديك سطح من الاريا بتاعتي او سطح من المجسم بتاعي، ومسميها ADCB، تمام، ورسم المحاور من السنتر بتاع السطح اللي تحت اهو. لو كان رسمها من فوق هنا كده، لو كان رسمها من فوق هنا كده، تمام، هتنقلها تحت بنفس الايه المحاور على على المساحة اللي انا هدرس عندها، تمام. طيب بيقول لي ايه؟ فيرتيكال 4.8 كيلو نيوتن، عندي فورس 4.8 كيلو نيوتن زي ما انت شايف كده، اذا ابلايد اش فول اودن بوست اوف ريكتانجلر كروس سيكشن اريا. وقال لك الكروس سيكشن اريا 120 اهي في 80، رسمها لك تحت. وقال لي اول حاجه ديترماين ذا ستريس عند الاي والبي والسي والدي، عايز عند النقطه دي وعند النقطه دي وعند النقطه دي وعند النقطه دي، تمام تمام لوكيت زي نيوترال اكسس، مش لازم دلوقتي نيوترال اكسس عشان هتبقى شغلها هنا مختلف شويه عشان في 3 دي، خلينا في اول ايه مطلوب، تمام. طيب تعالى بقى نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه لازم اعرف القوه وضعها فين بالنسبه للمساحه اللي انا هحطها، انا او المحاور اللي انا رسمتها، ادي المحور بتاعي واي اهو، واداك الاكس هنا واداك الزد ايه هنا، تمام. انا ببص من هنا واقف قصادها، فبالتالي لما اجي اميل دي فهتبقى بالشكل قدامي، هنزلها كده على اساس ان اتجاه الاكس دي هخليها قدامي في وشي، هخليها في وشي اهي، هتبقى بالشكل كده. لو انا خليت محور الاكس هتبقى هنا كده، ومحور الزد كده اهي، هتبقى كده، ادي الاكس في اتجاه الافقي وزد لتحت. والله عايز تقلبها العكس تبقى زد هي الافقي واكس هي اللي تحت الواي، مفيش مشكله زي ما انت عايز، مش هتفرق كتير، تمام، مش هتفرق كتير، هي بس اللي انت قلبت الايه الرسمه، المهم اللي انت تحسب لي صح او تبقى فاهم صح. اول حاجه ترسم المحاور، ادي واي واكس وزد، بعد كده بتشوف الفورس، الفورس اولا موازيه المحور مين؟ موازيه المحور واي، يبقى بالتالي مش هتعمل مومنت حوالين الواي، يبقى هتعمل مومنت لا اما الاكس لا اما الزد. والله لو كانت بتقطع محور منهم يبقى بالتالي مش هتعمل حواليه محور، يبقى هتعمل حوالين المحور التاني. لو بتقطع محور، امتى تقطع محور؟ لو كانت موازية للواي هنا على نفس محاذاته في الحتة دي كده، تمام، لكن هي مترحلة عن السنتر بمقدار كام؟ بمقدار لو انا قلت من هنا كده، ادي رسمت موازي للزد، هتبقى الحتة من هنا من هنا من هنا لحد هنا هتبقى 60، ومن هنا لحد هنا الناحية التانية 60 اللي هو النص، من هنا لحد هنا 60. هو بيقول لك إن هي راحت من الآخر 35 لحد البتاع، يبقى فاضل من كام من 60؟ فاضل 25، فاضل 25، يبقى الحتة من هنا لحد هنا 25، يبقى مترحلة عن الزد 25 شمال، لان من السنتر لحد الاخر 60، لان دي كلها 120،
تمام. طب لما تيجي تلف هتلف ازاي؟ هتنزل، هينزل مدو 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 ويقوم لافف كده، صح ولا لا؟ هيلف من تحته ويلف فوق. دايما لما تيجي ترسم اتجاه المومنت حوالين المحور، خلي المومنت في الاخر هو اللي فوق، يعني محدش يرسم لي يرسم لي من تحت كده وما يكملوش. ليه؟ لان المحور دايما يبقى هو اللي تحت المومنت، مش المومنت اللي تحته. فدايما اتجاه المومنت يبقى هو الايه، هتكمل دورانه وتخليه فوق، السهم لفوق، يبقى بالشكل ده. يبقى عمل كومبريشن شمال الزد وعمل تنشن يمين الزد، تمام. يبقى كده اتجاه المومنت بتاعي. طب حوالين الاكس، لو انا مديت الاكس كده عشان يبقى هيبقى مترحل عنده، هينزل ينزل 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 وهيعمل ايه، وهيلف من تحت، هيلف من تحت اهو، ويقوم جاي لف من فوق كده، تمام. يعني هيجي كده، مشكلة هو هيلف، الفرصة هتنزل من هنا كده اهي. يبقى انا عرفت الزد هيبقى كده اهو، لانه هينزل 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 وبعد كده يلف، هيلف حوالين ويطلع فوق بقى كده يمين وشمال زي ما احنا عاملين. طب الاكس اهي، انقلها في اي حتة موازية ونزلها مثلا من هنا اهي، وهتلف من تحت وتطلع من فوق بالشكل ده، تمام. والمحور داخل جواها، فهيبقى اتجاه المومنت زي ما هو رسمه لك اهو، وزي ما هو رسمه لك زي ما احنا عملناه اهو، تمام. تمام، طيب كده انا خلاص حددتها. ببدأ احل الرسمة بتاعتي، والله اشوف المومنت ده النقطة A و D و B و C هيأثر عليها المومنت ده، وهل المومنت ده هيأثر؟ نشوف بقى، تمام. تعالى هنرفع نعملها 2D، تعال نشوف الحل ونشوف هنحلها ازاي اهي. رقم 4 بيقول لي ايه؟ بيقول لي ادي البي. اول حاجة بجيب الاريا اللي انا شغال عليها. الاريا اللي انا شغال، انا عملت ايه؟ انا خدت المحاور بتاعتي اهي، شلت دي طلعتها قصادي كده، خليتها في وشي اللي هي دي، خدت اللي هي A D B C اهي، حطيتها قدامي اهي، A B C D اهي اللي انا خدت دي كده، الرسمة دي اهي، خدت دي وخليتها كده قدامي بالشكل ده، خليتها كده، نعملها هنا اهي 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 اهي، وسميت دي ايه عشان ابدا اشتغل عليه، والبي، وادي المحاول بتاعتي اكس وزد. لو عايز تعملها لتحت مش فارقه، ما هو كده كده الزد من اول للاخر، وهنا الاكس من اول للاخر، وحطيت عليه ايه، المحاور بتاعتي. ادي الاكس كده، ومحور الزد هيبقى ازاي؟ هيبقى كده، اللي هو تنشأ كومبريشن عند الاي، ودي عندها تنشن، تمام. اي بي دي بي دي بي دي بي اي بي، هو ده اللي انا عملته هنا اهو. ده رسمتها اي بي، وهنا بي وسي، وادي المحاور، ورسمت المحاور بتاعتي بالمومنت. هتبقى كلها تعويض مباشر. اول حاجه البي خلاص 84.3، الاي 80 في 120، ادي 80 و120. الاي اكس هتبقى بي اتش تكعيب على 12، لان في مومنت بيلف حوالين الاكس، بي اتش تكعيب على 12 الموازي للاكس اللي هو 120 في 80 تكعيب العمودي، هتقدر تجيبها. وهجيب الاي زد كمان لان عندي مومنت بيلف حوالين الزد، كلها تعويض مباشر بقى. هتبقى الموازي للزد اللي هو 80 مضروبه في الاتش تكعيب، هقدر اجيبها. بعد كده هجيب الام زد 4.8 × 10³ في 25، جبتها ازاي؟ جبتها ازاي؟ هتبقى هنا اهي، مد نزل دي كده، جبت المومنت ازاي؟ بيلف حوالين الزد، يبقى المسافة هتبقى، هاتها من هنا كده اهو، المومنت ادي المسافة العمودية من محور لحد خط عمل القوة هتمده اهو. فالمسافة العمودية دي كانت 25، والقوة لما تلف هتعمل المومنت، يبقى القوة في مسافة 4.8 × 10³ في كام؟ في بعد الخط العمل عن البعد العمودي بين خط العمل، يعني ادي المحور اهو، وادي ادي ده المحور زد،
ده محور زد اهو، وبعد كده في مسافة عمودية دي، وادي خط عمل القوة اللي كان فوق بالشكل ده. المسافة دي هتبقى 25 مضروبة في ايه، تبقى 25 مضروبة في دي. طيب الاكس، الاكس هتبقى كام؟ هتبقى المسافة 80 من هنا، هتبقى المسافة من السنتر من هنا لحد هنا اللي هي كام؟ 40. 4.8 في 40 اللي هي المومنت. طبعا المومنت موجب وسالب مش فارقة، لان هو مومنت ايه، واحد. فهتبقى 4.8 في 40 ام اكس، ولما زد 25 هي المسافة اللي بتبعد عنها عن المحور. يبقى اول حاجة طريقة حل المسألة، بنقل المحاور للمراكز الاريا اللي انا بشتغل عليها دي اول حاجة. بعد كده ببدأ احسب الاريا، اجيب البي، بعد كده اجيب الاي سواء للاكس او الزد او الواي على حسب المحاور اللي دوران، وبعد كده بجيب الامات، وبعد كده هعوض بقى واحدة واحدة. عايز السيجما عند الايه، اوقف عند الايه اهي. مين المومنت اللي بيأثر عندها؟ خلي بالك الايه مشتركة، الام زد بيأثر يمين وشمال، فالام زد هيأثر على الايه بايه، كومبريشن. دي اول حاجة، تمام. طيب والام اكس هتأثر على الايه؟ قال لك اه، لان الايه مشتركة في الضلع، في الضلع ده ومشتركة في الضلع ده لانها في الكورنر. فالام اكس بيأثر يمين وشمال، فالشمال الايه موجود على شمال، والزد بيأثر يمين وشمال فموجود على شمال. يبقى هتقول ان السيجما ايه بتساوي ماينس بي على ايه، وقلنا ماينس ليه على حسب اتجاه القوة. القوة فين عندي اهي، تمام، بتنتقط، بتعمل كومبريشن على الاريا اللي انا بشتغل عليها اللي هي تحت دي، فبتعمل كومبريشن، يبقى ماينس يبقى تعمل ماينس بي على الايه، وانا جبت البي على الايه. هنا الام زد بيعمل كومبريشن وريتنشن على الايه، بيعمل كومبريشن، يبقى ماينس الام زد في مين، في المسافه اللي هي المحور التاني اللي هو الاكس. همشي اكس اللي هي المسافه من هنا لهنا اللي هي 60 اهي على الاي زد، تمام. بعد كده اشوف الام اكس، الام اكس بتعمل ايه، بتعمل كومبريشن برضو على الايه، ماشي. ام اكس في كام، في المسافه زد، همشي زد، همشي في اتجاه زد عشان اوصل للايه اللي هي من المسافة من هنا لهنا. عشان اوصل للايه يبقى توصل، هتمشي حوالي 40 40 اهي على 5، هتطلع سالب 2.625 ميجا باسكال، يبقى في الاخر هيحصل عندها كومبريشن، تمام. السيجما بي، السيجما بي نفس الكلام، هيبقى السيجما بي اول حاجة ماينس بي على ايه، بعد كده اشوف الام زد، هتبقى الام زد في همشي في الاكس على الاي زد، الام زد في البي، فين البي؟ البي تحت، البي تحت يعني يمين وشمال الزد لانها على الخط هنا يمين وشمال الزد. طيب هتأثر على الزد، هيأثر عليها بتنشن، يبقى بوزيتيف، تمام. ام زد في اكس على الزد، والام اكس هيأثر عليها بايه، بكمبريشن، أثر عليها بكمبريشن، هيأثر عليها بكمبريشن. عارف لو في نقطة في النص هنا كده كانت ام مثلا، طيب الام دي مين اللي بيأثر عليها، المومنت مين، الاكس ولا الزد؟ هيبقى المومنت بتاع الاكس لان يمين فوق وتحت الاكس، لكن محور ام زد يمين وشمال، يمين وشمال ما في النقطة، ولا واقع يمين الزد ولا شمال الزد، واقع فين، في النص، تمام، واقع في النص. لو مترحلة شوية هنا، لو هنا او هنا كان هيبقى فيها كلام تاني لكن لو على المحور نفسه، في امتداد المحور اللي بيلف حوالين الزد، يبقى مش هيأثر عندي. طيب هنا السيجما بي خلاص بيأثر ام اكس بالكمبريشن، نفس الكلام في السي، هتبقى ماينس الزد على السي بيعمل تنشن، والاكس بيعمل تنشن، الاتنين بيعملوا تنشن اهي، تنشن تنشن، وهيمشي في الاكس وهيمشي في الزد. هي كل الفكرة ان انت تحط الايه، الاختلاف بتاعي، ما فيهاش اي حاجة، مسألة سهلة، ما فيهاش اي حاجة مضمونة، هي مسألة جميلة بصراحة. طيب لو انا بشتغل على المسألة الاولى اللي كان فيها اكتر من محاولة، ممكن نقولها سريعا كده. المسألة الاولى، المسألة الاولى بيقول لك تيوب اشوال انفجر، مديك شوف كذا فرص، ادي فرصة اهي وفرصة اهي وفرصة اهي، حلو كده.
تمام، فورس كده كده كده، فانا عايز اجيب المحصلة، فهتبقى مجموعهم. اولا هي هنا سهلة لان اتجاه بوستيف هو اتجاه واحد، كل الفورس في اتجاه واحد، يبقى 14 زائد 28 زائد 28. تاني حاجة بترسم المحاور في النص، خلي بالك انت هتشتغل على الاريا اللي ورا دي، فهتيجي من عند السنتر كده وترسم محاورك كده، مثلا اكس كده، واي كده، ايه زد مثلا من النص، دي اول حاجة. تمام، بعد كده هتجيب المحصلة بتاعة الايه البي، تمام، بتاعة البي هتبقى بالشكل ده اهي، كذا كذا كذا، هتطلع تنشن لان هي بتعمل تنشن. بعد كده هجيب هشوف القوة اللي عندي، انا عايز اشوف بقى المومنت اللي عندي، القوة كلها موازية لمحور مين، على حسب المحور اللي انت هترسمه بقى. والله لو رسمت ده اكس يبقى هي موازية لمحور اكس، رسمت ده واي يبقى موازية لمحور واي، يبقى هتلف حوالين المحورين التانيين. ليه؟ لاني اولا مترحلة عن السنتر، فبالتالي مش هتمر بأي خط عمل منهم، فهتلف حوالين الباقي. يعني لو ده اكس يبقى هتلف حوالين الواي مثلا والزد، على حسب المحاور اللي انت هتاخدها. تمام، طيب هتلف حوالين المحور، يبقى لو انا حوالين الواي، لو حوالين الواي هيبقى التلاتة هيلف حوالين الواي، واحد هيلف كده، دي هتلف كده، واللي تحت هتلف زيها كده، ودي عكسها كده. فانت هتعمل بوزيتيف ونيجاتيف، موجب موجب والنيجاتيف زي ما هي بقى محلولة عندك هنا، ادي نيجاتيف زائد زائد، طلع بوزيتيف، يبقى هو ايه، يبقى هو في نفس الاتجاه اللي انت فرضته موجب، ويبقى هترسمه في عكس عقارب الساعة موجب. تمام، وتريح دماغك من الإشارة أصلا، خلاص. تمام، طلع نيجاتيف، طلع نيجاتيف، غير اتجاهه، شوف اتجاهه كان فين وغيره ورسمه باتجاهه الجديد، بلاش ترسمه بإشارته يعني، خليه. انا ممكن مش فاكر انا كنت حللها بايه، تقريبا انا حليتها اللي انا خدته باشارته، بس انت ما تاخدوش باشارته. يعني مثلا، يعني هو هنا طلع، يعني هنا مثلا وليكن، تعالى نشوفه كده اهو، الام واي، الام واي هتبقى كام؟ هو فرض، انا فرضت ايه، ان كده بوستيف، انا فرضت ان اتجاه كده حوالين الواي بوستيف. لو انا رسمت الواي اهو، اهو رسمت الواي اهو حوالين الواي كده بوستيف، كده بوستيف، رسمت كده بوستيف، كده اتجاهه بوستيف، فيبقى عندك ايه، عندك ال14 ماينس في كام، في المسافة 75 على 2 اللي هي هتطلع 30، 32 و على الواي 37.5. تمام، اهي 37.5 هتبقى ماينس، تمام، ماينس 28 في 37 زائد كذا، حلو، طلعت في الاخر بالسالب، طلعت بالسالب يعني اتجاه المومنت المفروض كان الايه، كان العكس، يعني المفروض اتجاه المومنت التوتال اللي بيلف حوالين الزد اللي حوالين الواي هيبقى ازاي، هيبقى كده، يعني الام واي توتال هتبقى بالشكل ده، وتحطها موجب اهي بالشكل ده، ام واي موجب اهي اهي. تمام، وبعد كده لو انت هتعوض عنها تحت بقى، لو انت هتعوض عنها تحت، لو انت هتعوض عنها تحت، لو انا رسمتها بالشكل ده وعوضت عنها تحت، ما تعوضش عنها بسالب، لانك انت عرفت خلاص، انت فرضت، حطيت الاتجاه بتاعها الحقيقي، خلاص يبقى انت هتحط بس اشارة الكمبريشن والتنشن، اشارة الكمبريشن والتنشن بس. تمام، يعني انا مثلا لو عندي السيجما ايه اهي، السيجما ايه بيعمل عندها كومبريشن، يبقى تحط اشارة واحدة بس، لا ما تحطش الاشارة دي، خليها تبقى ايه، ماينس بس، ماينس وتشيل دي خالص. تمام، يعني هي كده بقت عكس اتجاه، هتبقى موجب، وتشيل اشارتها وتريح دماغك. تمام، وتريح دماغك خالص بس، يعني دي تشيل الإشارة بتاعتها، هتبقى اتجاهها الحقيقي اللي هو كذا، هتبقى كومبريشن بالماينس، وتحطها ايه، ماينس، هتحطها ماينس، تحطها ماينس بس، وتشيل الإشارة دي خالص.
تمام، طالما انت رسمت اتجاهها لايه الحقيقي، عايز تسيبها بالماينس يبقى ترسمها الناحية التانية كده وهتخليها زي ما هي، زي ما طلعت الاتجاه اللي انت فرضه، وتحطه بالسالب. تمام، هتكمل كده عادي، هتلاقي المسألة سهلة ان شاء الله، ما فيهاش اي مشاكل. هنزل لكم الورق ده ان شاء الله وتحاولوا تذاكروها، ويبقى كده خدنا الشيت الاولاني والشيت التاني والشيت التاني والتالت، هينزلوا لك النهاردة ان شاء الله. تمام، سلام عليكم.